مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي يكشف عن سبب استبعاد النجم المغربي حكيم زياش عن الفريق في المباريات الأخيرة. مونديال 2030. إسبانيا تبدأ مفاوضاتها لضم المملكة المغربية إلى الملف المشترك. مدرب المنتخب الإسباني يهز كل المغاربة ويصدم وليد الركداجي بهذا القرار عن نجم ميلان إبراهيم دياز. المنع من السفر للمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ورقة صارمة تطارده بخصوص الاتهامات الاغتصاب. محارب المنتخب المغربي سفيان أمرابط يحل من جديد في المغرب لهذا السبب المفاجئ. قام غراهام بوتر مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي بتلقي الإشارة من ملك النادي تود بويلي، وذلك بعد قيام باستبعاده الدولي المغربي حكيم زياش والأوكراني ميخائيل مودريك من تشكيل الأساسي التي واجهت ليدز يونايتد وبروسيا دورتموند في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وكشفت التقارير الإعلامية البريطانية أن استبعاد حكيم زياش جاء بسبب سوء السلوك في المباراة توتنهام بعد أن تشاجر مع إيميرسون وحصل على البطاقة الحمراء قبل أن يعود الحكم إلى الفار ويلغي الطرد. وتلقى بوتر حسب نفس المصادر تشجيع والدعم من تود بويلي مالك النادي بعد الطريقة التي تعامل بها مع حكيم زياش وميخائيل مودريك باستبعادهما عن التشكيلة الأساسية في المباراتين ليدز يونايتد ودورتموند. أفادت التقارير الرياضية الإسبانية بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بصر مفاوضاته مع نظيره البرتغالي في أفق إشراك المملكة المغربية كطرف ثالث في الترشيح المشترك لاحتضان النسخة المقبلة من المونديال بدل أوكرانيا التي تعيش على واقع الحرب التي تشنها عليها روسيا. وفي هذا السياق أكدت صحيفة إس الإسبانية واسعة الانتشار أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم دخل في مفاوضات جدية لإدماج المغرب في ملف المشترك الإسباني البرتغالي لتنظيم كأس العالم 2030. ويسعى الاتحاد الإسباني من خلال هذا الترشيح الثلاثي إلى تعزيز الفرص الظفر بتنظيم هذه الدورة من العرس الكروي العالمي بالنظر إلى قوة الملفات الثلاثة المرشحة. أكدت مجموعة من التقارير الإخبارية بأن مدرب جديد للمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي استدعى إبراهيم دياز في القائمة الأولية لخوض المباراتين المقبلتين أمام منتخبي النرويج وإسكتلندا. وأضافت نفس المصادر أن مدرب منتخب لاروخا وضع لائحة موسوعة تضم 69 لاعبا من بينهم اللاعب ميلان الإيطالي إبراهيم دياز الذي ارتبط اسمه مؤخرا باللعب إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول. وأوضحت ذات المصادر أن دي لا فوينتي سيعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين يوم الجمعة 17 مارس الجاري. كشفت محامية اللاعب فريق باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي حقيقة منع موكلها من السفر، وذلك خلال أحداث تصريح خصص به إحدى القنوات العربية. وأوضحت محامية النجم المغربي أن أشرف حكيمي يخضع للرقابة القضائية، وبالتالي القضاء يطلب من حكيمي أن يعلن عن مكان تواجده لكنه حر بالذهاب حيث يشاء. وأضافت بأن القضاء يفرض بجملة من الإجراءات على الدولي المغربي غير أن أهمها يبقى منع حكيمي من أي علاقة أو تواجد مع السيدة المشتكية. والجدير بالذكر أن المكتب المدعي العام في نانتير قد وجه مؤخرا رسميا تهمة الاغتصاب للاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي. ومن جهة أخرى لم تعلق هبة عبوك حبيبة اللاعب أشرف حكيمي ووالدة طفليه على تهمة الاغتصاب الموجهة له في ظل تداول أخبار تفيد مرور علاقتهما ببعض من الخلافات، حتى أن بعض هذه الأخبار رجحت انفصالهما منذ حوالي 3 أشهر، وهي الأخبار التي لم يكشف عليها الطرفان حتى هذه اللحظة. عاد لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سفيان أمرابط للمغرب في زيارة خاصة من إيطاليا لأجل قضاء بعض الأغراض الشخصية.
ونشر نجم الأسود صورة له وهو في طائرة خاصة وأرفقها بإيموجي راية المغرب. وحسب المصادر المطلعة فإن اللاعب فيورنتينا حلل بالمغرب من أجل تصوير وصلة إشهارية خاصة بإحدى العلامات السيارات الفاخرة. ويذكر أن نادي برشلونة الإسباني لا زال مصرا على التعاقد مع سفيان أمرابط أحد نجوم الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني المغربي. قامت العصبة الاحترافية لكرة القدم بتحديد اليوم 22 مارس الحالي موعد لمباراة الديربي بين الرجاء والوداد الرياضي برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية. وكشف المصدر المسؤول أن العصبة الاحترافية لكرة القدم ما زالت لم تحدد توقيت إجراء الديربي في انتظار اتضاح الرؤية بخصوص شهر رمضان، إذ في حالة تزامن موعد المباراة مع أول أيام شهر الفضيلة فسيتم إجراؤها في 10 ليلا. ويحتل نادي الوداد الرياضي لكرة القدم المركز الثاني بالبطولة الاحترافية بفارق 4 نقاط عن الجيش الملكي المتصدر، فيما يتمركز نادي الرجاء الرياضي في الصف الرابع برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن الفريق العسكري. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.